نتكلم عنه، لكن نتكلم إذا أنا أريد القصد العلاج بالعسل مباشرة، إني أخذ منعقة العسل صافي، ولذلك يقولون إنه على الريق مثلاً فيما يخص قرحة المعدة وهذا عسل سدري، أن تأخذ العسل منعقة العسل ثم تشرب بعدها ماء لأنها تنزل على جدار المعدة، والبعض يقول لا أخففها بالماء وأشرب كاسة ماء عسل على الريق. في هذه العلاجات اللي أنت ذكرت، الإسهال التنفسي العلوي والسفلي، وقوي القلب، إنزيمات الكبد، مطهر، هذه العسل مباشرة، عسل لوحده مباشرة لوحده، هو يفضل أنه يؤخذ لوحده ولا يؤخذ أي شيء سواه العسل، إلا مثل ما ذكرنا في السنتارية الأميبية اللي تحدث عند الناس، فيؤخذ مسحوق قشر الرمان أو قص القرحة، القرحة أي. اللي تحدث عند كثير من الناس في المعدة، في المعدة وفي الاثنى عشر، فيؤخذ العسل مع مسحوق قشر الرمان، لكن في الحاجات الأخرى يؤخذ العسل كما هو عسل بدون شيء. بدون شيء ممكن إذا كان الناس يعني ما يستسيغون العسل واحد كذا، مع أن العسل سبحان الله مستساغ، إن يضيف إلى نص كوب ماء فاتر بس ما هو بارد، لأن مع البرودة ممكن يتجمد، فهو مع نص كوب فاتر ويشربه على الريق، ما هو شرط على الريق في أي وقت. الناس يعتقدون على الريق لكن ما على الريق، في أي وقت العسل ممكن تشربه في أي وقت. طيب